تعالوا بقى دلوقتي علشان نروح نشوف تقرير لطيف جدا عملناه في الشارع علشان ننشط شويه الذاكره بتاعتنا ونتعرف مع بعض على بعض المعلومات العامه عن حاجه مهمه قوي في حياه كل محب لمصر، وهو ايه؟ علم مصر. احنا سالنا الناس في الشارع تعرف علم مصر اتغير كام مره قبل كده، واول علم لمصر كان شكله ايه؟ تعالوا نشوف الاجابات مع بعض ونرجع لكم مره تانية. عايز اعرف منك علم مصر اتغير كم مره؟ ولا مره. هو علم مصر ما اتغيرش خالص؟ لا 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 لا، ولا هيتغير في حياته. مرتين؟ ايه، مره واحده؟ لا، مره واحده اتغير. مره واحده؟ مره واحده. يعني كان في حاجه وبقى حاجه وخلاص كده. ايوه. مره واحده. اول علم مصر كان شكله عامل ازاي؟ شكله كان عامل ازاي؟ هو كان لونه احمر وكان تقريبا عليه نجمه تقريبا. انا ما اتذكر. علم مصر اتغير 11 مره. 11 مره. واول علم كان شكله عامل ازاي؟ يعني مثلا كان ابيض واسود مثلا. وكان في اي حاجه بقى، نسر، صقر، اي علم؟ كان في نسر طبعا. لا، كان في صقر مثلا. صقر. مرتين. مرتين. هو كان في يعني شفت انا علم قديم على سن انا. والعلم بتاع دلوقتي ده اللي انا شفته لحد دلوقتي. مرتين بس. طب اول علم خالص كان شكله عامل ازاي؟ هو نفس اللون، كان تقريبا النسر مش موجود اصلا. يعني اللي انا شفته، انا شفته مره في الافلام، كان اخضر كده باين وفي نجوم. وبعد كده اللي هو الحالي اللي هو الابيض الاحمر والابيض والاسود، وفي النسر اللي هو النسر اللي هو الاصفر. اثنين. مرتين. مرتين. طب اول علم كان شكله عامل ازاي؟ الاخضر والهلال. صح، ثلاث نجوم. ده اول علم خالص. غالبا يعني. مرتين غالبا. مرتين بس. طب اول علم كان شكله عامل ازاي؟ انا غالبا الهلال والجوا صليب كان لونه اخضر. الهلال والصليب ساعة ايام الانجليز لما كانوا في مصر. الهلال جواه صليب ولونه اخضر، ودلوقتي اللي هو الاحمر واللي فيه نسر احمر وابيض واسود. في نسر في النص. تمام تمام. اهلا وسهلا. سؤال النهارده هو علم مصر اتغير كام مره، واول علم كان شكله ايه؟ طبعا سمعنا اجابات كتير مختلفه، بس الاجابه هي 8 مرات، والعلم الحالي هو رقم 8. واول علم لمصر كان العلم العثماني ايام الدوله العثمانيه، كان لونه احمر وكان جواه هلال وجواه نجمه سباعيه. احمد الرشيدي، تن تي في. احمد الرشيدي، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير. انا عايز اقول لكم ان انا اراهنكم انه في يعني نسبه كبيره جدا من المشاهدين، وانا واحده منهم في الحقيقه، ما كناش نعرف ان هو اتغير 8 مرات. يعني انا اعرف مثلا ان هو ممكن يكون اتغير 3 مرات. انا بالنسبه لي اخر عالم يعني اعرفه او لما فكرت في هذه المعلومه كان عهد الملك فاروق، وبعد كده كان ايام الرئيس انور السادات كان صقر، وبعد كده الصقر بقى نسر. فده اللي انا عارفاه بصراحه، انما 8 مرات في الحقيقه، فدي معلومه جديده ومفيده ومهمه. وكالعاده احمد الرشيدي دايما بيقول مواضيع مختلفه ومثيره كده للشغف. طيب